أنت أولى في الحشا من مهجتي من ناظري تسعد القلب الشجيا أنا أفديك بروحي وبأولى ما لدي ما أحيله زمانا يوما كنت صبيا ضاحكا ترنو إليا والحمد لله رب العالمين. الآن هذه الفضائيات قد تختلف معها في خطها السياسي، ولكن عندما تتحدث في قضايا الأمة أيقول لي فلك الصبي اللي عاد الام نتاعو الحمد لله رب العالمين كما قال رب ان رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين، احنا نقول رادوه اليك لان ما فيش ختام الرساله ما فيش. رد الله عز وجل سبب نتاعو من هو؟ نعم الامن يقول لك الامن ذهب وتحرى هو اللي جابه، صح ولا لا؟ لكن انا اقول لكم أن سبب في ذلك الفضائية. الفضائية عندما صورت الأم تبكي بتلك الحرقة تأثر الشعب الجزائري، وعندما تأثر الشعب الجزائري النساء في الديار والآباء والأطفال تأثروا، لأن المرأة كانت تبكي بحرقة منقطعة النظير، والأكثر من هذا زوجها الذي كان يبكي، زوجها الذي كان يبكي هو الذي ماذا حرك العواطف، ولذلك استطاعوا ان يجدوه ولا لا؟ الجيران هم اللي شكوا ولا لا؟ لما شكوا الجيران ان هذه امراه عاقل واحد عقيق، سبحان الله العلي العظيم. واذا اراد الله نشر فضيله طويت اتى على لسان حسن. قلت هذا الذئب ارحم من هذا الذئاب بتاع البشر. الله اكبر. والله كاين بعض البشر اكثر من الذئاب. وبعد ذلك احنا في الطريق على كل حال كنت اشوف كاين واحد يقول له تأبط شر، تأبط شر شاعر، شاعر من جهه من الصعاليك، صعلوك من الصعاليك ومن السباقين، يعني كان عداء مثل السليك بن ابي سلكه، ومثل هذا تأبط شر كان يسرق من الاغنياء ويعطي للفقراء. الصعلوك شاعر، ولكن ما الفرق بين السارق والصعلوك؟ الصعلوك يسرق بدافع اجتماعي، يسرق من الاغنياء ويعطي للفقراء. كان يقول عوى الذئب فاستانست بالذئب اذ عوى وصوت الانسان فكدت اطير. قال انا استانس بالذئب وما استانس بالذئب. يا بني يا بني يا سنا فيه مقلتي أنت أولى في الحشا من مهجتي من ناظري تسعد القلب الشجيا أنا أفديك بروحي وبأولى ما لدي ما أحيله زمانا يوما كنت صبيا ضاحكا ترنو إليّ.